يلا يا شباب، البي دي اف اللي مؤمن بعته لك اشتغل كده معانا زي بس الجرافيكال فيجر ريبريزنت اللي قدامك ده. افكت بتاع التمبريتشر على الاكتيفيتي بتاعت وان اوف ذا هيومن دايجستيف انزيمز، ماشي، ما بين التمبريتشر وبين الكلام دوت. قاعد عمال بيهري باراجراف، الباراجراف قاعد عمال يهري كتير. This represent the integration between chemistry and طبعا يا باشا انت بتتكلم جوه جسمك يبقى باراجراف كتير. هتفتكر في الزراعه؟ لا طبعا، جوه الجسم في البيولوجي ولا الفيزيكس ولا في النيتشر ولا فارماسي، بتتكلم على جسمك يبقى بيولوجي. السؤال اللي بعد كده، the science which is interested in the studying of conversion of mean water liquid او liquid water to water. انت بتعمل مين conversion، انت بتحول الووتر ليكويد او الووتر هارت ليكويد تو ووتر فيبر اند فايس فيرسا، العكس، عشان تحافظ على الايكوليبريم. انت كده بتتكلم على مين يا باشا؟ رد كده معايا، عشان احول من ليكويد لجاز انت كده بتتكلم على مين؟ فيزيكال ستيت، تحافظ على الاتزان. ما تحافظت على الاتزان بتتكلم على فيزيكال ستيت، صح؟ بقت من فيبر لليكويد، بتتكلم على مين؟ فيزيكال كيمستري. السؤال اللي بعد كده، سيمي سوليد بين بيكام، انا عمال يهري انا عمال يهري موست اوف، مش عارف بيتكلم. بص موفمنت فورس، ترى بتتكلم على الفورس، بتتكلم على مين؟ فيزيكس. بسرعه اللي بعدها، كيميكال انرجي، كيميكال انرجي وركت ات نيو فاكتور يعني على الهاري انكلودينج دي سويتش برودوس اول ذا فولوينج اكسبت، ماشي. انا بتكلم على الصناعه، طالما هنا بتتكلم على حاجات في الفاكتوريز بتتكلم على الصناعه، يبقى دي تشتغل في الصناعه، دي تشتغل في الصناعه، دي تشتغل في الصناعه، وسط الهب ما عدا مين؟ طبعا الحبوب دي تشتغل في الزراعه. يبقى انت لو فهمت الدنيا، واحنا كنا شغالين في الفيديوز اللي في الاول، بص انت بتحل ازاي؟ ده لو انت ما شفتش الفيديو بتاع الشرح اساسا من الفيديو واحنا شغالين مع بعض، جبت الصفحه الاولى كلها اهو، ماشي. السؤال اللي بعد كده، انا عايز اجيب الفوليوم اوف ليكويد انتجريتد سيلندر. لما تيجي عينك تبص، بص يا باشا، لما تيجي تقرا هنا مثلا الليكويد اخد الشكل ده، الكيرف ده، وجالي اخد الكيرف ده والليكويد كلها بتاخد الكيرف ده ليه؟ مش قصتنا، بس تفسيرها بشكل كبير في الفيزيكس. المهم ادي عينك، عينك يا باشا تبص فين؟ تبص على الجزء اللي تحت يا باشا، عينك تبص على الجزء اللي تحت، ما تبصش على اللي فوق. فهنا مومين، الجزء اللي تحت فين؟ معلش، شرطه 2 3 صح؟ اهو، يبقى تبص على الجزء اللي تحت، كل واخد باله؟ ابص على الجزء، ما بصش على اللي فوق. انت لو بصيت على اللي فوق، شرطه 2 قبل الستة بكام؟ ب2، يبقى 5.8. ده لو انت بصيت على اللي فوق اللي هي الحته دي. لا انا عايزك تبص، معلش خلينا نرفع الخط كده، انا عايزك تبص على مين؟ على الجزء اللي تحت. عايزك تبص، ما تبصش هنا، ما تبصش على الشرطه اللي فوق، لا عايزك تبص على الجزء اللي تحت. فين الجزء اللي تحت يا باشا؟ اللي هي الحته دي اهي، من اول النقطه دي الجزء اللي تحت. فتعود كده لما تيجي تقرا يبقى تقرا القرايه دي. فانت عندك كده كام؟ 3، يبقى كام؟ 5.7. السؤال اللي بعده، ذا اوبوزيت فيجر ميكتشر اوف ساند، انا عمال يهري ووتر ووز بورد ان فانل كونتيننج، ده كده اسمه فانل، ها؟ اتثبت في فانل كونتيننج فلتر بيبر، ماشي يا عم، فلتر بيبر. وبعدين تو ميجر مين؟ ها، تو ميجر فوليوم اوف ووتر، عشان تقيس الفوليوم بتاع الووتر. ويتش اوف ذا فولوينج تول، بص الباراجراف قاعد عمال يهري. بعدين ويتش اوف ذا فولوينج تول كان بي يوزد، ليه يا عم؟ عشان تجيب تعمل ميجر بتاع الفوليوم اكيوريتلي اللي انت نزلتها. طبعا انت بتجيب الفوليوم اكيوريتلي، لسه قايل لنا فيديوهات الشرح اللي هو جراديويتد سيلندر، صح؟ او مين؟ او بيوريت، بس بيوريت لازم يقول لي ديورنج مين؟ تيتريشن. السؤال اللي بعد كده، 7، السؤال رقم 7، لما تنقل كوره فروم جراديويتد سيلندر واحد لمين؟ للسيلندر الثاني، جراديويشن اوف ليفل ووتر ويتش از بريزنت ان سيلندر 1 ديكريز، المستوى بتاع الاولاني قل بمقدار 10،
يعني معنى كده الفوليوم بتاعها كام؟ 10 صح؟ يبقى الفوليوم بتاع الكرة 10، فلما تحطها هنا الفوليوم بتاعها هيزيد مقدار كام؟ 10. مش محتاجة. ماشي. Which of the following incorrect بالنسبة للتيبل اللي قدامك؟ الشيست الأولاني أنت بتعمل مونيتورنج، بتعمل مراقبة، فالمثال بتاعك أنك بتحدد السبرين دوز. لا يا باشا، ده أنت كده بتقول حل، تعمل مونيتور، يبقى أنت بتعمل إيه؟ بتعمل ايفالويشن اللي هو كان شغال فيه من شوية، ده المونيتور. لما أجي أوصف حل أنت كده بتعمل ايفالويشن، يبقى ديت الإجابة الغلط. هيقول لك مين انكوريكت؟ تعال بص على بقيه التيبل، يبقى دي خلاص الاجابه. تعال بص على بقيه التيبل عشان تاكد. انت بتعمل هيلث كير، فانت بتجيب الجلوكوز في الدم صح، بتدي معلومات، فبتعمل بروبرتيز اوف كومبوننت. ما هو اللي قايل لك اهو انفورميشن، بتجيب الخواص بتاع الكومبوننت. يبقى معنى كده بي وسي ودي صح، هو اول واحده هي اللي غلط. ركز كده، انا عايز اجيب التول يوزد ان بريبيرنج بوتاسيوم هيدروكسيد باي يوزد. طبعا وش يا باشا؟ فوليومتريك فلاسك. وش فوليومتريك فلاسك ليه؟ لان انت بتحضر بيها تركيزات معينه، وانا جيت قلت لك فلاسكس بص عليها، سواء كوديكا فلاسك ده اللي هو ديورنج تيتريشن، راوند بوتو فلاسك ده بتاع ديستليشن بريبريشن، بعد كده عندك اللي هو فوليومتريك فلاسك بتجيب بيها سيرتين كونسنتريشن. انا قلت لك احفظ لي اللي انا كاتبه لك بس، هتلاقي عندك في البوكلت ده دول، ده كونسنتريشن، الثاني بريبريشن، بريبريشن ديستليشن الثاني اللي هو الراوند بوتوم، الكونيكا فلاسك تيتريشن. وقلت لك مالكش دعوه بالهري اللي بالهبل في المعاصر، ولا هري بالهبل في اي بوكلت او اي حاجه، اعمل اللي بقول لك عليه، احنا عارفين شغالين ازاي. فهتلاقي كلمه كونسنتريشن يبقى فوليومتريك فلاسك. السؤال اللي بعد كده، the following figure shows for measuring tool. بس هي خد بالك مقلوبه، يعني كل واحد من ديت مقلوبه، معلش سيف عملها لك ايه العكس. Which of the following represents use one of these tool. ماشي، التشويس والاختيار والاهميه بتاعتها، هي اول واحده اللي هي البيوريت 50 سنتيمتر كيوبيك. يبقى هنا الاختيار الاولاني A 16 سنتيمتر of an acid required to be added alkaline، هو ده اللي هو بيستعمله عملية مين؟ تيتريشن، يورين تيتريشن، بيجيب 16 مللي وماله 16 مللي ينفع ازودها؟ عارف ليه ينفع ازودها؟ لان هي شغاله معاك لحد كام؟ 50. فلا لو تفتكر انا كنت راسمها لك 50 برضو اهي، ادي هنا عندك 50 والتدريج بتاعك بدا من اول زيرو، فتنزل معاك 16، فال 16 دول هو اللي انت استعملتها، فطبعا ديت الاجابه الاولى، يبقى ديت هي الاجابه الصح. بين الباقي كل واحد بيكون غلط، الباقي كل واحد مش شغال. انا عايز اجيب الفاليو، صلحها لي دي معلش، عندك 0.03 بالسكند. قد ايه من النانو سكند؟ يلا يا باشا، نانو 10 باور نيجاتيف 9 سكند، عندك سكند تروح مع السكند، يبقى انت عايز تحول الرقم ده اللي هو 3 اوفر 100 اللي هي بتساوي ده، الرقم ده بيساوي 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 وهنا تايمز 10 باور نيجاتيف 9. رد يا باشا رد عشان تحول. مين الكبير؟ فاكر لما جينا رسمنا الكلام ده وقلنا كل ما تنزل الباور، هنا 10 باور نيجاتيف 3، هنا 10 باور نيجاتيف 6، هنا 10 باور نيجاتيف 9، كل ما الباور بتاعي بيزيد الفاليو بتاعته بتزيد، يعني معنى كده القيمه بتقل صح؟ يعني مين الاكبر؟ ده الاكبر. اتفقنا عشان تحول من الكبير للصغير تعمل تايم از 10 فرق الباور البوزيتيف، وما تعملش اي حاجه اللي بقول لك عليها، لا فيزكس ولا بس ولا حاجه، الطريقه اللي واخدها في السنتر والله تحل بيها الدنيا كلها. يعني كده فرقهم كام؟ 10 باور كام؟ 7 و3، ادي الرقم زي ما هو، يبقى الاجابه هتكون نمبر بي. Which of the following substance has largest mass؟ انا ماليش دعوه من مين، اوف جولد اوف، انت ماليش دعوه، انت عندك 1 كيلو، كيلو يعني 1000،
1000 جرام ده الكيلو، كيلو ده 1000 جرام، طب هنا 1000 مللي جرام، مين الاكبر؟ بالتاكيد ده اكبر من ده. طب هنا 10000 مللي، 10000 مللي يقسم على 1000، انا بتكلم بالكيلو. ها لحد دلوقتي دوت كده نوعا ما، 10000 مللي لو انت قسمت على 1000 عشان تحولها للكيلو يبقى 10. طب بص ده كام؟ 10000 جرام، 10000 جرام. فانت هنا عندك 10000 هتشيل ده 10000 كيلو، يبقى ده هو الصح، القيمه دي اماونت الرقم ده. طب ما انت عندك ده قسمته على 1000 صح اهو ملي، الرقم ده هو هو الرقم تقسمه على 1000، هو ده مش محتاجه. بعد كده انا عايز اجيب الفاليو بتاع 15.7 ملي لتر اوف ليكويد في النانو لتر. انت هنا مين؟ ملي اهو، بص بص 15.7 مين يا عم؟ ملي. ملي ايه لو سمحت؟ لتر. عايز تجيبها مين؟ نانو. نانو اللي هو 10 باور نيجاتيف 9 لمين؟ لتر. الليتر راح مع الليتر، فانت عايز تحول الملي. الملي اللي هو كام؟ هتمسحه اهو، انت عارف الملي 10 باور نيجاتيف كام؟ 3، ده 10 باور نيجاتيف 3 وده كده 10 باور نيجاتيف 9، يبقى من الكبير للصغير هتيمس فرق الباور البوزيتيف، فرق الباور البوزيتيف اللي ما بينهم 6. خد بالك ده هنا ايه؟ 6. يبقى ده قول لي يا مستر فرق الباور البوزيتيف، فاكر لما جيت قلت لك حرك البوينت رقم؟ يعني المفروض تكتب لي كام؟ 15.7 تايمز بالكبير للصغير 10 باور 6. احنا كنا قايلين الكلام ده لما تحول من الصغير للكبير تعمل فرق الباور النيجاتيف، من الكبير للصغير تعمل فرق الباور البوزيتيف. فانت عندك هنا فرق الباور البوزيتيف هنا 3 وهنا 9، فرقها كام؟ 6. يبقى باور بوزيتيف اهو، انت كده عندك 6 صح؟ يبقى الاجابه دي، فانت بتحرك البوينت رقم وتزود الباور فتكون الاجابه سي. كنا شارحين الكلام ده اللي هو بتاع البوينت والباور في السنتر. يلا يا مسهل. باراجراف طويل عريضه فولوينج فيجر ريبريزنت 3 سامبل اوف ذا سيم سابستنس نفس الماده الماس اللي هو الماس ثابته 50 جرام. ماشي يا عم، عايز ايه؟ هنا 50 هنا 50 هنا 50 جرام. لما دول يدوبوا في الميه نفس الفوليوم بتاع الووتر كل واحد على حده في روم تمبريتشر، ات واز فاوند ذات ذا ريت اوف ذا سوليوشن معدل الذوبان بتاع سامبل سي لوست. ليه يا عم؟ بص الباراجراف ده ليه سي لوست؟ طبعا عايز اكتبه. قال لي ليه؟ لان قال لي في السيرفيس اريا معدل الذوبان، قال لي في السيرفيس اريا اهو فين؟ اتفقنا كله حسب مين؟ انا قايل لك في الاول فيديو الشرح سيرفيس اريا صح؟ يبقى السيرفيس اريا عشان توصف الماده في النانو. اتفقنا المواد بتاعت لما يكون مؤمن عادي يسمعهم حتى. طب اقول لك حاجه، مؤمن قول لي لما يكون تو دايمنشنال يبقى عندك مين؟ كربون نانو تيوب. خد بالك الراجل اقسم بالله ده نظري، مؤمن انت اول مره تاخد بالك صح؟ اه يعني ما كانتش الدنيا في السنتر يعني اهو حافظها كربون نانو تيوب. طب 3 دايمنشنال مين ومين؟ البولي باكي باكي بول والنانو تشيل والنانو تشيل صح؟ اي حاجه غير كده ايه؟ 1 دايمنشنال اهو حافظهم اهو. فانت معنى كده الكيمياء تعمل كام؟ 1 و 2 و 3 دايمنشنال. فالاجابه الادق ان هي هاف اتليست على الاقل بعد واحد قد مين؟ 1 دايمنشنال. انما هنا عندها لينس ويتس وهايت صح؟ يعني عندها لينس بس لازم تكون فين؟ في النانو، لان بوصف النانو لازم يكون عندها بعد منهم بعد او اكتر، يبقى ديت الاجابه غلط، لازم يقول لك ات نانو. وهنا قال لك ايه؟ ماست بي، لازم يكون، لازم يكون واحد بس. لا مين قال لك انه واحد؟ انت ممكن تعمل اثنين وثلاثه. بعد كده هاف لينس ويتس صح؟ ينفع في النانو صح، بس ما ممكن لينس ويتس وهايت. ايه اللي خلاني احدد دول بس؟ يبقى الكلام ده غلط، يبقى ديت الاجابه الصح. بعد كده 17، تعالى يا عم فين؟ بص 17 ايه؟ مين من بص دي كده عندك ايه؟ باكي بول بتتكون من كام؟ من 60 كربون اتوم صح؟ الباكي بول مؤمن رد على الباكي بول من امثله 1 ولا 2 ولا 3 دايمنشن؟ 3 دايمنشن صح ولا لا؟ يبقى 3 دايمنشنال، يعني الثلاث ابعاد فين؟ في النانو، ما بتشوفهمش. واتفقنا اللي هو الثلاث ابعاد في النانو
يعني less than اقل من كام؟ 100 نانومتر. 100 دي معناها يعني ايه؟ نفس السؤال اللي كنت لسه هقوله لك في البدايه 10 باور 2 والنانو 10 باور نيجاتيف 9، يعني انت بتتكلم 10 باور نيجاتيف 7، الاقل من 10 باور نيجاتيف 7. خد بالك انت هنا عندك الفاليو 3 اصفار نانومتر، ها؟ الفاليو 3 اصفار 3 ارقام 10 باور كام؟ 3. تاخد بالك من الفاليو 10 باور 3، انت عايز تجيب مين؟ الباكي بول. يبقى التلاتة في النانو، التلاتة في حجم النانو، يبقى اللي هو كام؟ اللي هو ده اهو اهو. عارف ليه؟ لان رقمين رقمين، يعني معنى كده 10 باور 2 في النانو يبقى 10 باور نيجاتيف 9، فمعنى كده اقل من 10 باور نيجاتيف 7، يبقى ده الصح. قول لي مستر خد بالك هو ده في رقمين، يبقى واحد في النانو يبقى مش باين، بس انت عندك الباكي بول عندها التلاتة في النانو، انما هنا 10 باور كام؟ الرقم عندك باور 3، فيطلع 10 باور نيجاتيف 6، انما هنا عايز كام؟ 10 باور نيجاتيف 7. يبقى طبعا الاجابه هتكون مين؟ سي. 18 مكتوب غلط، سيف بيقول انه مكتوب غلط. 19 نانو بارتكل واتش ار اللي بتغطي الجولد، بستعملها فين؟ تريتمنت مين؟ بستعملها في علاج مين؟ الكانسر على طول ايا كان. ماشي الكانسر. باراجراف طويل عريض في 20، ويتش اوف ذا فولوينج كان بي ادد عشان تعمل الكتريك، عشان توصل احسن من الكفر. لسه قايلنا وانا قلت لك اقسم بالله كربون نانو تيوب، قلت لك احفظ لي الكربون نانو تيوب الاهميه بتاعتها. توفيق يا رب ان شاء الله. اتمنى نكون ان احنا قدرنا نتوفق نراجع على جزء تلم بيه المنهج. انا عارف الناس اللي نام هيلاقي الفيديوهات موجوده، انا قلت الناس تنام بدري فتصحى بدري تلاقي الفيديوهات، واللي قاعد اتمنى ان انت تكون قاعد شغال معانا. توفيق.